أخبار الثامنة من يو تي في نبدأها بالعناوين. السوداني يختتم زيارته لطهران ويقول المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته، وقرار جر المنطقة إلى حرب شاملة هو بيد الطرف المعتدي. غزة تئن تحت وحشية قصف الاحتلال، سلسلة المجازر تخلف 10,000 شهيد، ودعوات دولية وأممية لوقف فوري لإطلاق النار. المفوضية تتابع حملات الدعاية الانتخابية عبر لجان مختصة في 15 محافظة، والمدن تستعد مبكراً لمنازلة المجالس. والصحة تختبر الضمان الصحي بفترة تجريبية، المرحلة الأولى تبدأ ب 300,000 موظف من 6 وزارات وتأمين خدمات التشخيص والعلاج. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. السوداني يناقش مع كبار المسؤولين الإيرانيين تنسيق المواقف المشتركة لوقف الحرب على غزة وإنهاء حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الكيان الإسرائيلي منذ ما يزيد على شهر. التصريحات ورسائل كانت مباشرة من طهران تتركز حول شجب الانحياز الغربي تجاه آلة القتل الصهيونية، مطالبة الجميع باتخاذ موقف واضح تجاه ما يحدث من مجازر في غزة، ناهيك عن توحيد الجهود من أجل رفع الحصار عنها وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة. قال رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني أنه ناقش سبل وقف الحرب على غزة وإنهاء جرائم الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين وفك الحصار عنهم. متابع. أكيد كانت القضية الأبرز هي القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية بحق أبناء غزة، وكذلك ما يحصل أيضا في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين. وهنا نؤكد على موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في نيل الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. لذلك كان جانب مهم من حديثنا اليوم مع فخامة الرئيس هو في تنسيق المواقف والضغط على الدول المؤثرة لإيقاف هذا القتل وهذا الدمار وهذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. نحاول من خلال هذه اللقاءات والدور الذي يلعبه العراق، الدور السياسي من خلال تواصله مع الدول المؤثرة في المنطقة في إيجاد إيقاف فوري لإطلاق النار. السوداني أشار أيضا إلى فشل المنظومة الدولية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والذي يهدد المنطقة بجرها إلى حرب شاملة تهدد السلم الأهلي في الشرق الأوسط والعالم. إن المجتمع الدولي والمنظومة الدولية قد فشلت في الإيفاء بواجباتها والتزاماتها، ومن يريد أن يحتوي هذا الصراع ويمنع انتشاره في المنطقة عليه أن يضغط على سلطات هذا الاحتلال في إيقاف هذا العدوان وهذا القتل المدمر والممنهج. وقرار جر المنطقة إلى حرب شاملة تهدد السلم الأهلي والأمن في المنطقة والعالم هو بيد الطرف الذي يمارس الاعتداء والعدوان على شعب غزة. من جانبه دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى وقف الحرب على غزة مؤكدا أن ما يجري هو إبادة جماعية. أعتقد بأنه يجب أن يتم
وقف عاجل للقصف الصهيوني، وأيضا يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بشكل سريع، وأيضا يجب إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن للشعب الفلسطيني المظلوم والمقتدر، ويجب وقف الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد البشرية، وهذا القتل والإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء، والذي يأتي بدعم من أمريكا وبعض الدول الغربية. هذا وأنهى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني زيارته لطهران عائدا إلى بغداد بعد مباحثات أجراها مع المسؤولين الإيرانيين. وكان السوداني بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التطورات في المنطقة وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأدان عمليات التصعيد الخطيرة لجيش الاحتلال وارتكابه مجازر وحشية ضد الأطفال والنساء. وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق العالي بين البلدان العربية والإسلامية في المنطقة من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف العدوان على الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى غزة. كما بحث خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات والصعد. هذا ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي دعا العراق إلى زيادة الضغوط السياسية على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف حرب غزة، مؤكدا أن الأمريكيين متواطئون مع جرائم الصهاينة. وقال خامنئي خلال استقباله السوداني أن العراق باعتباره دولة مهمة في المنطقة يستطيع أن يلعب دورا خاصا بالتنسيق مع إيران في هذا المجال، مؤكدا أن جميع الأدلة تشير إلى تورط الأمريكيين المباشر في إدارة حرب غزة. وحول التعاون الثنائي الإيراني العراقي في المجالين الاقتصادي والأمني، أكد المرشد الإيراني وجوب مواصلة السعي وراء تنفيذ الاتفاقيات وعدم التباطؤ فيها. زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لبغداد تناولت محاور عدة، أبرزها حث العراق على منع اتساع نطاق الحرب في المنطقة من جانب، واستعداد واشنطن للرد بقوة على استهداف قواتها ومصالحها في العراق من جانب آخر. كواليس الزيارة العاجلة نتابعها في هذا التقرير. يحط رحاله في بغداد في زيارة استمرت بضع ساعات على وقع تصاعد وتيرة الهجمات ضد قوات بلاده في العراق وسوريا، وعلى خلفية التطورات في غزة، في مشهد لم تألفه بغداد منذ سنوات طوال خلال زيارات المسؤولين والزعماء لها. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يظهر هنا وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص، الأمر الذي عده مراقبون رسالة من واشنطن قد تكون موجهة إلى الرأيين العامين في الولايات المتحدة والدول الغربية عموما، بأن بلاده تواجه جبهات مختلفة في آن واحد في المنطقة، في حين عدها عراقيون مشهدا قد يضع بلادهم في مقدمة صراع محتمل يتحدث عنه كثيرون منذ 7 أكتوبر الماضي. ناقش بلينكين مع السوداني في بغداد سبل منع انتشار الصراع في المنطقة، ومن ذلك ما يحصل في العراق، كما حث على محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الموظفين الأمريكيين في البلاد، والوفاء بالتزامات الحكومة بحماية كل المنشآت التي تستضيف موظفين أمريكيين بدعوة من الحكومة العراقية، كما أبلغه بأن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها بقوة، وذلك بحسب الخارجية الأمريكية. كان من المهم جدا إرسال رسالة واضحة للغاية إلى أي شخص قد يبدو أنه يستغل الصراع في غزة لتهديد موظفينا هنا أو في أي مكان آخر في المنطقة، لا تفعل ذلك. لقد بينت بشكل واضح أن الهجمات والتهديدات القادمة من الميليشيات المتحالفة مع إيران غير مقبولة على الإطلاق، وسوف نتخذ أي خطوة ضرورية لحماية شعبنا. نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران، لقد أوضحت ذلك تماما. سنفعل ما هو ضروري لحماية أفرادنا سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
تقود هذه المعطيات إلى عدد من المؤشرات والتوقعات لكونها تأتي عشية مغادرة السودان إلى طهران، التي يقول محللون إنها قد تحمل رسالة واضحة بضرورة الحفاظ على التهدئة وعدم التصعيد في المنطقة بعد يوم واحد من زيارة الوزير الأمريكي لبغداد. في المجمل، يحمل رئيس الوزراء رسائل وأجندة تتعلق بأوضاع المنطقة، بحثا عن مخرج لحرب الاحتلال ضد غزة ومنع الانزلاق الأوضاع في منطقة حرب جديدة قد تفتح الأبواب أمام صراع إقليمي قد تكون ساحته العراق. القيادي في تيار صدري صباح السعدي قال أثناء وجوده في ساحة التحرير إن الشعب العراقي يرفض الوجود الأمريكي الذي يدعم حرب الاحتلال على غزة، معربا عن رفضه زيارة بلينكن لبغداد. الشعب العراقي يرفض التواجد الأمريكي المحتل والذي يدعم بشكل كبير وواضح العدوان الصهيوني على غزة وعلى شعب فلسطين المظلوم المجروح. ونحن نعتقد أن دعوة سماحة السيد القائد الصدر عزه الله للشعب العراقي للتظاهر الآن في ساحة التحرير دليل على هذا الرفض. أما استقبال الصهيو أمريكي وزير الخارجية في العراق فهو مرفوض قطعا ويقينا. ينضم إلينا من بغداد عميد العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبد الإله. دكتور، بداية مرحبا بك. دكتور خالد، كيف تابعت زيارة السوداني لطهران؟ يعني ما الرسائل التي أبرقت من هناك ولمن تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم لجميع مشاهدي قناة يو تي في وشاكر الاستضافة. فقط للتصحيح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أنا أتوقع زيارة السيد السوداني تدخل في إطار الحديث عن ترتيبات القادمة للمنطقة، بمعنى أن العراق دلو بدلوه في عملية الحديث عن محور القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة من عمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية. فلذلك أنا أتوقع المصلحة العراقية مثل ما معهود في إطار السياسة الخارجية العراقية والذي انتهجها السيد السوداني على مستوى علاقات متوازنة وعلاقات مصيرية حقيقية واقعية في النسبة إلى العمق العربي وما يتعلق بالعمق الإقليمي والدولي. فلذلك هذه الزيارة جاءت لكي ترتب نوع من المحددات التي يمكن من خلالها نتحدث عن قمة الرياض القادمة الطارئة في 11 فبراير والحديث عن موقف من ناحية عربي وإسلامي تجاه ما ينتهك من قبل الكيان الصهيوني تجاه أهلنا في غزة. المحور الإقليمي أنا أتوقع واحد من المحاور الأساسية التي ذهب إليها السيد السوداني للتداول وللتشاور في إطار علاقات أنا أتوقع متوازنة ومتكافئة من ناحية، فضلا عن بحث المصالح البينية ما بين بغداد وطهران. لكن أنا أتوقع المسار الواضح في إطار هذه الزيارة هو في إطار تمتين الجهد الإقليمي والعربي والإسلامي لوقف إطلاق النار من جانب الكيان الصهيوني والحديث عن الجانب الضواغط التي يمكن من خلالها أو الفواعل إن صح لنا التعبير في مقابل ما يحدث اليوم من استمرار عملية القصف المدنيين والمدارس والمستشفيات، واليوم وصل العدد إلى أكثر من 10,000 شهيد، نصف هذا العدد من الأطفال. فلذلك هذه الزيارة جاءت لكي تعطي مسار واضح في طبيعة يعني الدكتور التعامل إذا مع تسمح هذه القضايا، لا سيما أن هذه الزيارة كيف يتم التعامل مع الأمر؟ عذرا، يعني كل من السوداني ورئيسي أكد ضرورة تنسيق المواقف بين العراق وإيران حول ما يحدث في غزة، يعني إلى أي مدى يمكن أن يحدث ذلك تغيير خصوصا إزاء وجود حليف استراتيجي للعراق في واشنطن؟ يعني هنا نتحدث عن الجانب اللي يعرفه الجميع بأن عدم احتواء في غزة يعني انفلات هذا الصراع وتحوله إلى حرب قد تكون إقليمية وقد تكون دولية، لأن هنا نتحدث عن مسألة التواجد العسكري اليوم الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط، في البحر الأحمر، في الخليج العربي، ومن ثم الحديث عن إمدادات النفط والغاز. إذا كان هنالك الحديث عن توسع هذا الصراع فيعني ضرب المصالح الأمريكية والصهيونية في إطار المنطقة ككل، وبالتأكيد هنا نتحدث عن تضرر تلك البلدان. لذلك يجب أن يكون هنالك موقف واضح بالتعاطي والتعامل مع هذه الأزمة. دول الخليج تعرف هذه الحقيقة. اليوم هنالك الحديث عن
زيارات مرتقبة أيضا للسيد السوداني مع دول الخليج قبل مثل ما قلت قمة الرياض الطارئة يوم 11 نوفمبر، ومن ثم الحديث عن تنسيق موقف إقليمي عراقي تركي إيراني في إطار الحديث أيضا عن طبيعة التحولات التي تشهدها المنطقة، إدخال حاملات الطائرات والفرقاطات الأمريكية للمنطقة، والحديث عن غواصة أهويا التي جاءت أيضا ودخلت المياه البحر الأبيض المتوسط، كلها تدخل في إطار الحديث بأن توسع هذا الصراع يعني تضرر كل البلدان. وبالتأكيد هنا نتحدث عن حقد الدماء، ومن ثم نتحدث عن فعالية الوجود للقضية الفلسطينية. البعض كان يراهن على مسألة تمويع هذه القضية، ومن ثم الحديث عن استمرار قطار التطبيع، لكن أنا أتوقع ما حدث في يوم 7 أكتوبر غير من طبيعة هذه المعادلة، وكشف أيضا سياسات بعض الأنظمة للأسف الشديد العربية التي ساومت على القضية الفلسطينية وحققت مصالحها. وأعتقد بأن قرار العراق وبحثه في إطار الحديث عن علاقات الإقليمية هو يتحدث بأن القضية الفلسطينية يجب أن لا تتعامل على أنها قضية نزوح أو هجرة أو تقديم مساعدات، بقدر ما نتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس. دكتور، فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أمس، يعني هل تعتقد أن الولايات المتحدة أرادت إيصال رسائل مباشرة للعراق أولا ثم لإيران؟ يعني بالتأكيد أنا أتوقع الموقف الأمريكي واضح، وقد أوضحه السيد السوداني في مؤتمر القاهرة للسلام عندما قال بأن هذه القضية الفلسطينية يجب أن تبحث من قبل الفلسطينيين ولا يجب أن تكون هي مسار لقضايا مساومة ما بين الدول العربية، وبالتأكيد إفراغ مضمون القضية الفلسطينية، بل أنه وصف الكيان الصهيوني توصيف دقيق في عملية القتل الممنهج. لذلك قد تكون هذه الزيارة هي جاءت في إطار الحديث عن عدم انتشار هذا الصراع إلى المنطقة، خصوصا بعد الضربات التي وجهت إلى المصالح الأمريكية في العراق وفي سوريا من قبل فصائل المقاومة الإسلامية العراقية، ومن ثم الحديث عن موقف يجب أن لا يذهب إلى التصعيد. في المقابل أنا أتوقع الرسالة التي وصلت إلى بلينكين بأن يجب أن يكون هنالك حقن للدماء، ويجب أن يكون عدم استغلال الكيان الصهيوني لموارد الولايات المتحدة الأمريكية في دعم هذا الكيان لهذه الجرائم. لذلك لاحظنا بأن هنالك تغير في تصريحات بلينكين في إطار زيارته للكيان الصهيوني، أو حتى على مستوى القمة التي عقدت في عمان مع وزراء خارجية الدول المواجهة، مصر، الأردن، قطر، الإمارات، المملكة العربية السعودية كدول إقليمية والسلطة الفلسطينية. وبالتأكيد قد تكون هذه هي النقطة الأساسية المهمة جدا التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن مسألة الحديث عن أن بلينكين ارتدى سترة مقاومة للرصاص هو يدخل في إطار أيضا بأن المنطقة اليوم محمومة في إطار المخاطر، أو أنها سوف تتجه إلى حرب. بوجود هذه المخاطر الحرب يجب أن يكون هنالك بوجود توابع كثيرة، وبالتأكيد أضرار كبيرة على المصالح الأمريكية وعلى مستوى وجود أمريكا في المنطقة. دكتور، بوجود هذه المخاطر، استمعنا قبل قليل إلى وزير الخارجية قال أنه لا يقبل باستهداف موظفيه في العراق أو في أي منطقة أخرى. بخصوص هذا الاستهداف العسكري للقواعد الأمريكية، يعني هل تستطيع حكومة السوداني ضبط إيقاع الفصائل على الأقل هذه الفترة؟ أنا أتوقع هنا نتحدث عن جانب الضغط الأمريكي على مستوى قضية غزة. إذا استطاعوا الأمريكان الحديث عن وقف عملية الاستمرار القتل الممنهج، ولحد الآن هنالك تغطية أمريكية على مستوى الطائرات المسيرة وعلى مستوى الأساطير وعلى مستوى الغواصات وعلى مستوى أيضا بعض القواعد الموجودة مع دول المواجهة، وعلى مستوى أيضا الضواغط على الأنظمة والتصريحات وزير الدفاع الأمريكي أو فيما يتعلق حتى بلينكين في الأيام الأولى، بل أن الكونغرس الأمريكي مجلس النواب ذهب باتجاه أن يدفع مبلغ 14 مليار وثلاثة ملايين دولار إلى الكيان الصهيوني لمساعدته في عمليات العسكرية، وكل يتحدث بأنه هو يدخل في إطار مسألة الدفاع بدون أن ينظر إلى الحقيقة من عمليات استهداف المدنيين. أنا أتوقع هذه الزيارة هي جاءت أيضا لكي تعطي نسق كبير جدا في ديمومة طبيعة هذه العلاقة والمصالح الأمريكية، بالمقابل أن يكون هنالك تغير في إطار المنظومة طبيعة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع ما يحدث في غزة، ولا يكون هنالك حديث عن المنظومة الغربية باتجاه أن تنظر إلى حماس والجهاد الإسلامي بأنها كداعش، لأن هنالك من يسعى بشكل حقيقي إلى القضاء على حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية، ومن ثم الحديث عن تغيرات ديموغرافية قد يشهدها قطاع غزة. الموقف العراقي واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب لا تنحاز للكيان الصهيوني، ولا فأن هذه المنطقة سوف تشهد في إطار توحيد الساحات
في سوريا في لبنان، ولحد الآن هنالك في الجبهة الشمالية للكيان الصهيوني مواجهات مستمرة ما بين حزب الله وما بين الكيان الصهيوني. وبالتأكيد هنا نتحدث عن الأدوار التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية لا تنفتح كل الساحات والمناطق في إطار هذه الحسابات، وبالتأكيد قد تكون أيضا بحث طبيعة العلاقات والمصالح السياسية والاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أتوقع هنالك مشتركات، وكل طرف يجب أن يعمل على تهدئة الأطراف الأخرى بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تحقن الدماء. لذلك جاءت هذه الزيارة لكي تعطي وجهة نظر أمريكية في هذا الجانب، ومن ثم نتحدث عن الرسائل التي قد تتجه إلى الجمهورية الإسلامية بهذا الخصوص. دكتور، العراق يريد أن يلعب دور في إيقاف هذه الحرب، الحرب على غزة. يعني باعتقادك أين ستكون وجهة السودان التالية بعد إيران؟ يعني أنا أتوقع الوجهة الثانية قد تكون المنظومة الخليجية، لأن هنالك تحضيرات لاجتماع قمة الرياض، أو قد تكون مع المملكة الهاشمية الأردنية جمهورية مصر العربية بدول مواجهة. لذلك عندما يتم الحديث عن ترتيبات وجدول الأوقات الزمنية لزيارة السيد السوداني، قد تكون هنالك تحرك للسيد السوداني، مثل ما تحرك السيد السوداني في اتصالات هاتفية مع مصر، مع المملكة الهاشمية الأردنية، ومن ثم اتجهت إلى المملكة العربية السعودية. لذلك نتوقع الحديث عن هذه الزيارات اليوم مهمة. العراق يبحث عن دور حقيقي واضح. بعد 7 أكتوبر العراق دعا إلى اجتماع طارئ على مستوى الجامعة العربية، وتم الحديث عن دعوة الجامعة العربية لوزراء الخارجية الطارئ بعد 4 أيام إلى 5 أيام متأخرة هذا الاجتماع، على مستوى أيضا منظمة التعاون الإسلامي. حراك دبلوماسي عراقي يريد أن يؤديه بالطريقة التي يمكن من خلالها أن يدافع عن القضية الفلسطينية، لا أن يستغل القضية الفلسطينية كما دفعت بعض الأنظمة السياسية. الحديث أيضا عن الجانب الشعبي اليوم في العراق، أيضا الجانب الشعبي داعم لإجراءات الحكومة في عملية الحديث عن إنصاف القضية الفلسطينية، وأيضا بيان الآلة العسكرية للكيان الصهيوني وما تعمله من عمليات قتل ممنهج ضد الفلسطينيين. لذلك أنا أتوقع المسارات واضحة في التعاطي والتعامل مع هذا الجانب بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تعطي نسق كبير جدا في عملية أن يكون للعراق دور أساسي مهم جدا على مستوى هذه التحركات، وعلى مستوى أيضا رؤيته الواضحة في إطار القمة العربية الطارئة التي سوف تعقد في الرياض. أما عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله سيد الكريم، شكرا جزيلا لك. سلسلة المجازر في غزة تخلف 10,000 شهيد، وأخبار أخرى مع آية شوقي. شكرا علي. يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة في اليوم 31 للعدوان على غزة، موقعا 75 شهيدا خلال الساعات الماضية. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تجاوزت 10,000 شهيدا منذ بداية 7 أكتوبر الماضي، مبينة أن 70% من الضحايا أطفال ونساء. كما أشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة كبرى خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 143 شهيدا. في غضون ذلك تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة، مكبدة إياها مزيدا من الخسائر في الأرواح والآليات. أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بياناً مشتركاً أبدو فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، فيما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار. البيان ذكر أن أهالي غزة يتعرضون للحصار والهجوم ومحرومون من العناصر الضرورية للبقاء على قيد الحياة، فضلاً عن قصفهم داخل منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة. وطالب المسؤولون السماح بدخول المواد الغذائية والأدوية والوقود إلى قطاع غزة المحاصر لمساعدة السكان.
في الشأن العراقي، تواصل المفوضية العمل على توفير متطلبات العملية الانتخابية المقررة الشهر المقبل، فيما تتابع لجانها المعنية رصد الحملات الدعائية في الأيام الأولى لانطلاقها في 15 محافظة. جملة إجراءات وقرارات أعلنت مفوضية الانتخابات اتخاذها لضمان سلامة ونزاهة الاقتراع المقرر إجراؤه في 18 من كانون الأول المقبل. فبعد أيام على انطلاق حملات الدعاية الانتخابية، تواصل المفوضية عقد ورشها التدريبية للتحضير للاقتراع لمناقشة مسألة الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي، إلى جانب الشروع بتشكيل لجان متخصصة لرصد الحملات وتقدير حجم الإنفاق على أن لا يتجاوز السقف الأعلى المحدد من قبل مجلس المفوضين لتحقيق العدالة بين المتنافسين في الانتخابات المقبلة. تنطلق إجراءات المفوضية في سياق مواجهة مخاوف يطلقها مراقبون بشأن خطورة استخدام النفوذ والمال السياسي بوصفهما أبرز المشاكل التي تواجه عملية التصويت المرتقبة، فضلا عن تحد رئيسي يتعلق بتحقيق أكبر نسبة مشاركة من قبل الناخبين. تحديات العملية الانتخابية هذه تأتي في وقت تشهد فيه محافظات البلاد تفاوتا في حملات الدعاية الانتخابية بين ضعيفة جدا وقوية محمومة، في ظل ضعف الثقة لدى قطاع كبير من الناخبين بإمكانية حدوث تغيير بسبب نفوذ أحزاب وقوى مؤثرة في المنظومة الانتخابية بما تمتلكه من إمكانات مالية تكاد تكون غير محدودة تستخدمها لشراء أصوات واستمالة مرشحين وتشكيل قوائم ظل. المفوضية وإلى جانبها السلطات الأخرى تضع على عاتقها اتخاذ إجراءات حازمة لتطبيق القانون بحق القوائم والمرشحين المخالفين، وتتلقى الدعم الكامل منها لتوفير متطلبات العملية الانتخابية التي تقول إنها أنهت مراحل عديدة منها. في حديث خلال نشرة سابقة، أعرب المرشح عن تحالف القيادة في البصرة عبد الواحد طارق عن عزمه العمل على تغيير الواقع الخدمي في المحافظة. نتابع. نود بحق أن نغير الواقع الخدمي لمحافظتنا محافظة البصرة. في البصرة هناك مشاكل عديدة بيئية ناجمة عن الشركات النفطية و بيئية عن المشاكل المياه، فلذلك يجب أن نقنع المواطن بأن نسبة المشاركة وإن كانت قليلة وإن كانت ضعيفة فإن النتائج ستعتمد. فعدم مشاركتك بالانتخابات أو مشاركة الجماهير الفعلية بالانتخابات سيعيد الفاسدين إلى مكانهم. قالت المرشحة عن حزب السيادة في صلاح الدين مروى حامد إن المواطن يشعر بخيبة أمل بسبب السياسات السابقة في المحافظة، موضحة أن برنامجها هو تطوير وتحسين القطاع الخاص والقضاء على البطالة التي تعانيها شريحة الشباب. المواطن بشكل عام في صلاح الدين يعني يشعر بخيبة أمل نتيجة للسياسات السابقة التي كانت موجودة في مجالس المحافظات. أنا من وجهة نظري أن المحافظات المحررة تحتاج إلى قطاع خاص لغرض النهوض بالواقع الخدم اللي موجود. يعني بالنسبة أن احنا نعاني من بطالة جدا كبيرة في المحافظة. بالنسبة لصلاح الدين، أنا برنامج الانتخابي هو كيفية تطوير وتحسين القطاع الخاص في المحافظة. للأسف هيئات الاستثمار في كل العراق بشكل عام أغلب الموافقات التي يعطوها هي موافقات المجمعات السكنية. المجمعات السكنية ليست حل انتشار القطاع الخاص، انتشار المعامل باعتبارنا مناطق زراعية نمتلك مساحات شاسعة من الأراضي. إذا انتشر أكيد بعد 4 سنين راح نشوف صلاح الدين بصورة أجمل. مشاهدينا، ينضم إلينا المرشح عن حزب السيادة في بغداد السيد عبد الباسط إبراهيم العزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الباسط. بداية، يعني ما هي أبرز التحديات التي يواجهها اقتراع انتخابات مجالس المحافظات في بغداد بالأيام الأولى لانطلاق يعني عملية الترويج الانتخابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة
أبرز هذه التحديات هي عدم وجود بطاقة ناخب متكاملة. كثير من الناخبين لم يحدثوا بطاقات الناخب البيومترية. ثانيا أتمنى على الناخبين أن يكون هناك اختيار دقيق للمرشح، وعلى المرشح أن يتحلى في هذه المرحلة بالحس الانتخابي والنزاع الشريف مع خصومه. فالخصومة الانتخابية واردة، ولكن يجب أن تكون على مستوى المسؤولية ومستوى المهمة التي تقع على عاتقه خلال المرحلة المقبلة. طيب، كيف تجدون تفاعل الناخب العراقي في بغداد وكذلك نسبة المشاركة المتوقعة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة؟ حقيقة انتخابات خلال المرحلة المقبلة نتوقع تكون نسبة المشاركة يعني ضعيفة لعدم تحديث سجل الناخبين ولعدم تحقيق الأهداف اللي وعدوا بها المرشحين السابقين لجمهورهم. اليوم الجمهور يتأمل بالقوى السياسية تحقيق أهدافها. أهدافها هي عملية خدمية للمرحلة المقبلة. بغداد تعاني من كثير من المعاناة، أبرز هذه المعاناة أنا كتربوي أشعر أن الأبنية المدرسية كارثة بالنسبة للوضع التربوي بالعراق. العراق محتاج، وبغداد تحديدا محتاجة إلى كثير من الأبنية المدرسية لفك الازدواج بالمدارس، لجعل الدوام أحادي، لراحة التلاميذ، أن تكون هناك سيطرة على العشوائيات في بغداد. فبغداد تعاني من استغلال الأراضي الزراعية وتحويلها إلى بناء، وهذا يؤثر على المساحة الخضراء داخل بغداد. كذلك هناك الزخم المروري الهائل، يجب أن تسعى الحكومة المحلية في بغداد إلى جعل هناك أنفاق أو مجسرات أو مترو داخل بغداد لتلافي هذه الازدحامات الخانقة اللي يعاني بها المواطن في محافظة بغداد. طيب، كيف تقيمون حالة التنافس يعني بين المرشحين في العاصمة بغداد؟ أكيد هناك تنافس سيكون بين القوى السياسية الكبيرة والقوى السياسية التي ناشئة. نتمنى أن تكون هذه المنافسة شريفة، فهناك شراء للأصوات، هناك مال سياسي يدفع، هناك جهد دولة يصرف من أجل شراء أصوات الناخبين. نحن في سيادة نؤمن أنه العملية الانتخابية اختيار حق للناخب أن يختار من يريد من المرشحين. نؤمن أن يكون هناك حرية بالاختيار دون ضغوط، دون مساومات، دون إغراءات. طيب، شكرا جزيلا لك المرشح عن حزب السيادة في بغداد السيد عبد الباسط إبراهيم العزي. استقبل رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر سفير دولة أذربيجان في العراق نصير ممدوف في بغداد، وخلال اللقاء ناقش الخنجر وممدوف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها دبلوماسيا وتجاريا وثقافيا بما يحقق المصالح المشتركة ومواصلة تطويرها بآفاق كبيرة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والشراكة الودية. أعلنت وزارة النفط بدء تنفيذ عقود المشاريع الاستراتيجية الأربعة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية لاستثمار الحقول النفطية والغاز والطاقة الكهربائية النظيفة. وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير خلال ترأسه اجتماع اللجنة المشتركة لتنفيذ المشاريع الأربعة التي تضمنها العقد الموقع مع الشركة الفرنسية، قال إن الشركة تتسلمت العمل ونقشت خطة التطوير معها، والتي تشمل تطوير حقل أرطاوي النفطي والمشروع الثاني لمعالجة الغاز 6 حقول نفطية، بالإضافة إلى مشروع ماء البحر ومشروع التحول إلى الطاقة البديلة. وعن أهمية المشاريع ذكر وكيل وزارة النفط أنها ستفتح الباب أمام القطاع الخاص العراقي للمشاركة في العمل،
بالإضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة للأيدي العاملة. نحو 4000 عملية أجريت في مركز الناصرية قبل بداية الربع الأخير من العام الحالي، بينها 350 للقلب المفتوح، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 75% مقارنة بعدد العمليات التي أجريت العام الماضي. على مدار الأسبوع تكون هذه الصالة مسرحا مهما لعمليات تداخل قسطاري يجريها مركز الناصرية للقلب لمراجعه صغارا وكبارا. نحو 4000 عملية أجراها المركز قبل بداية الربع الأخير من هذا العام، محققا تقدما في هذا النوع من العمليات بفارق يصل إلى 1500 عملية عن العام الماضي. قسطرة القلب للكبار زيادة ملحوظة، وخاصة في كهربائية القلب. كما تعلم أنه كهربائية القلب تختلف عن بقية المستشفيات الأخرى، لأنه المركز التدريبي الرئيسي هنا لدينا في مستشفى الناصرية للقلب، تداخلات قسطارية للكبار والأطفال نتائجنا جيدة. وينتظر المركز مشروعا مهما سيضعه في مصاف المراكز العالمية بعد إكمال التحضيرات والموافقات للمباشرة بعمليات زراعة القلب. عندنا مشروع زراعة القلب، وحقيقة مشروع زراعة القلب مستشفى الناصرية للقلب اللي أخذ على عاتقه هذا المشروع صار تلكؤ به من الناحية الشرعية، لذلك لجأنا إلى زراعة القلب الصناعي، وهسه احنا في طور التحضير، وإن شاء الله بالأيام القليلة القادمة يعني مسألة إن شاء الله يعني ما يخلص هذا العام إلا نعلن عن إنجاز كبير. وبهذه المعطيات ينافس المركز كثيرا من المراكز المتخصصة في المنطقة، إذ أصبح وجود مراجعين من محافظات عراقية عدة أمرا معتادا. وإحنا من البصرة، فكون ماكو يعني مستشفى خاصة مع القلب في البصرة، فأفضل مستشفى هي مستشفى الناصرية في القلب. أجينا إحنا أمس، واليوم الحمد لله وشكر سوينا العملية بنجاح. ويسجل المستشفى نسبة رقود عالية مع نسبة وفيات عند المستويات العالمية ب 2%. وعلاوة على ذلك يسجل ملف عمليات القلب المفتوح ارتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 75% مقارنة بالعمليات التي أجريت العام الماضي، إذ بلغت نحو 350 عملية. من داخل مركز الناصرية للقلب، أحمد السعيدي، UTV. كثرة الدراجات النارية تتسبب بإرباك المرة والسيارات على حد سواء في شوارع واسط بسبب الضجيج الذي تصدره والحركة السريعة لمستقليها، فيما تحاول المرور والسلطات المحلية في المحافظة فرض إجراءات مشددة للحد من المخالفين. ما أن يحل المساء في وسط حتى تبدأ الدراجات المخالفة لأنظمة السير بالظهور في أغلب شوارع المحافظة مصدرة ضجيجا استثنائيا يربك المارة وركاب السيارات وحتى الأهالي في منازلهم أحيانا. قانونيا يجب حجز الدراجة المخالفة ذات المحركات الكبيرة إن كانت غير مسجلة وإحالة راكبها إلى القضاء، أما المسجلة فغرامة مخالفتها لا تتجاوز 30,000 دينار، لكن العقوبات لم تحد من إزعاج الدراجات. تجي للعائلة تقعد لها شوية تشرد من الضوضاء وأصوات الدراجات الفظيعة، يعني المفروض أنه أكو مراقبة، أكو متابعة. مرور واسط أعلنت قبل 5 أشهر فتح بوابة لتسجيل الدراجات النارية، لكن أغلب مالكيها يفضلون عدم تسجيلها خوفا من الغرامات. تم طبع لوحات الدراجات النارية، وأيضا ندعو الأخوة اللي أكملوا معاملات تسجيل لمراجعة مجمع التسجيل لغرض تثبيت لوحاتهم. إجراءات مشددة تفرضها السلطات المحلية هنا للحد من تجوال هذه الدراجات غير المرخص فيها والتي تخالف أنظمة الطريق بأصواتها المرتفعة. من وسط، حمزة الأسدي، UTV.
الصحة تختبر الضمان الصحي بفترة تجريبية، وباقي التفاصيل تتابعونها مع علي من جديد. تفضل علي. شكرا لك. من جديد، بعد سنوات من الانتظار أبصر الضمان الصحي النور في العراق. التطبيق التجريبي للقانون انطلق في مرحلة تجريبية أولى حتى نهاية هذا العام، وهي واحدة من ثلاث مراحل. المرحلة الإلزامية ستشمل كل موظفي الدولة، فيما ستكون اختيارية بالنسبة إلى المتقاعدين وبقية فئات المجتمع. وعلى الرغم من اعتراض المواطنين على قيمة ما يقدمه القانون من خدمات محددة ب 450 ألف دينار، تؤكد وزارة الصحة أن القانون يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية ومساعدة المواطنين عبر مساهمة الدولة بقيمة كبيرة من الخدمات الصحية. أكثر من 300 ألف من موظفي الدولة مع عوائلهم شملتهم المرحلة الأولى من تطبيق قانون الضمان الصحي، وهي مرحلة تجريبية تطبق بنسبة استقطاع تبلغ 1% من رواتب المشمولين بالضمان. للمرة الأولى في العراق انطلق قانون الضمان الصحي بصورته التجريبية، والذي يتضمن خدمات التشخيص والتأهيل والعلاج للمشمولين به. تتضمن المرحلة الأولى شمول أكثر من 300 ألف شخص من موظفي 6 وزارات، إضافة إلى الهيئات الرئيسية في البلاد، ومنها مكتب رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات. تشمل الموظفين وعوائلهم من الدرجة الأولى، وبنسبة استقطاع تبلغ 1% من رواتب المشمولين بالضمان الإلزامي، يضاف إليهم 100 ألف مواطن مشمول بالرعاية الاجتماعية. يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، مساعدة المواطنين العراقيين من خلال مساهمة الدولة بدفع قيمة كبيرة من قيمة الخدمات الصحية، وكذلك الحد من الفقر. هيئة الضمان الصحي باشرت عملها منذ مطلع الأسبوع الحالي. تبدأ المرحلة الأولى في بغداد حصرا، وتشمل 11 مستشفى، إضافة إلى بعض العيادات الشعبية والتخصصية والاستشارية في بعض المؤسسات الطبية. كما يحق للمشمولين زيارة الطبيب 8 مرات في العام، مع تحمل أجور الخدمات الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%، وتتحمل الحكومة بقية التكاليف. تم تأهيل الأجنحة الخاصة من هذه المؤسسات بما يتناسب مع عدد المضمونين بالمرحلة الأولى. إما بالمراحل القادمة أيضا سيتم تأهيل مؤسسات صحية الأجنحة الخاصة أو المؤسسات الصحية الحكومية، وكذلك راح يكون هنالك شراكة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات، وهو هذا الهدف الرئيسي أيضا من أهداف الضمان الصحي، هو تحقيق مبدأ التنافس بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص لتطوير الخدمات وتحسين جودة الخدمة ليكون شريك أساسي بتقديم الخدمات. تقليل العباء المالية على المواطن وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين الواقع الصحي في البلاد هو الهدف الأبرز لقانون الضمان الصحي، لكنه يواجه تحديات، منها غياب نظام الأتمتة اللازم لتسهيل نقل عمليات المريض بين المستشفيات، وتهالك بعض المؤسسات الصحية، فضلا عن بيروقراطية تسيطر على معاملات الباحثين عن الخدمات الطبية بأسرع وقت ممكن. من بغداد، علي أسد، UTV. إلى ذلك، أبدى عدد من المواطنين اعتراضهم على تحديد مبلغ الضمان الصحي ب 450 ألف دينار سنويا، مؤكدين أن حاجة المواطن من الخدمات الصحية خلال العام الواحد تتجاوز أضعاف هذا المبلغ بكثير. كل جاي من دكتور 15، وتروح للصيدلية 75 علاجك، شبه أنت بعد كل أسبوع أسبوعين تراجع على 100-150 ألف دينار. إذا عندك عملية يوديك على الخاص، وإنت إذا ما عندك، إذا على عامل طاولة شهر وإنت تكاسيك روحة جاية، هاي أحسبها إنت إذا تريد تحسبها هسه تكلفك يعني من 300-400 ألف، زين ما عندك شلون؟ هاي 300-400 ألف يعني بالعملية، لو قصدك على طول، إحنا نحكي عن السنة، عن السنة الكاملة. السنة الكاملة يريد لك 5 ملايين مراجعات، 5 ملايين مراجعات. يعني هنا انا هسه بس العلاج هذا الله وكيلك 200 الف ما سوى لي، يعني شلون يسوي لي هاي؟ والله ما ادري، انا عجيبه والله العظيم. يعني هسه اي واحد هسه هاي شوف هاي الراديتر هسه هاي قال لي عليها، قال لي 125 الف. باقي السنه ما تكفي، 5 أشهر ما تكفي، شو القضيه؟ اذا علاج صحيح غير ها؟ هو هسه اقل علاج تاخذه ب 25 اقل علاج. زين؟ فأوفر بيش تحصلها؟ هذاك اليوم بس علاج واحد ب 65 ألف.
مخيم الحدباء الكشفي ضم 9 جمعيات نسوية وبمشاركة من 33 جامعة حكومية وأهلية من مختلف مناطق العراق. فقرات توعوية وألعاب كشفية ومحاضرات متنوعة تلقتها المشاركات في المخيم في خطوة للتقارب المجتمعي العراقي. أول مخيم كشفي للمرشدات والدليلات ضم 9 جمعيات نسوية وعددا من كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة من مختلف مدن العراق. احتضنت هنين وافي مخيم الحدباء الكشفي فقرات توعوية وألعاب كشفية ومحاضرات متنوعة تلقتها المشاركات في المخيم. تحلل البرنامج سلسلة من الفعاليات الكشفية والمحاضرات، يعني موضوع الأخذ والحضال وموضوع التنمية البشرية والعلاقات الإنسانية التي تربط النسيج المجتمعي العراقي. 90 مشاركة من كل المحافظات اجتمعنا على أرض الموصل ليشكلن نسيجا اجتماعيا متنوعا، فهذا المخيم كان شاهدا على مشاركات عربية عدة وتحول اليوم إلى عراق مصغر يضم جميع المكونات والأطياف. جولات سياحية أجرتها المشاركات في المخيم للإطلاع على معالم نينوى وآثارها وتراثها التاريخي والحضاري لنقل صورة مشرقة عما حققته المدينة وأهلها بعد الحرب ونكبتها. نشر ثقافة الكشافة من خلال التربيات والجامعات، الأهل بدأت تتقبل موضوع الكشافة ومشاركة أبناء بناتهم وأبنائهم بالمخيمات الكشفية، ومثل ما تلاحظون هنا بناتنا مشاركات من جميع المحافظات. هواية أمور وصفات حلوة تطور الكشافة بالدليلات والجوالة. 33 جامعة حكومية وأهلية من مختلف المحافظات شاركت في مخيم الحدباء الكشفي، وهي المشاركة الأكبر على مستوى العراق منذ تحرير الموصل، علها تكون إذانا بعودة هذا النشاط إلى ما كان عليه. من الموصل محمد سالم، UTV. نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.